كل الترجي التركيز يا اهلي. الترجي ده احد نماذج ويعني ادله تاثير الاخلاص في تحقيق النتائج بالنسبه للنادي الاهلي. كثيرا ما نذهب لمباراه الترجي ونحن في ازمه. ايوه. تحل بالاصرار والتركيز واتفاق المجموعه على الاخلاص للهدف واعلاء قيمه العمل الجماعي والتركيز على الهدف الجماعي فربك بيسهلها. بالظبط. نتمنى ان نذهب ونتوجه بهذا الاخلاص وهذا التوجه وهذه الجماعيه وانكار الذات والهدف يسبقنا جميعا. باذن الله. دور الثمانيه ده لاول مره في البطوله دوري الابطال. لاول مره اتعمل دوري المجموعات مبكرا من دور ال 16. فبالتالي الاهلي والترجي المفترض نهائي. كثيرا ما التقى الفريقان العربيان الكبيران، يعني يمكن هما الاثنين اكبر ناس دلوقتي على مستوى الكره الافريقيه مش الكره العربيه بس. شاءت القرعه ان حطتهم في سكه بعض في دور الثمانيه بدل ما يكون في الدور النهائي. وشاءت الاقدار والقرعه ايضا ان المباراه الاولى تكون في برج العرب. والعوده في رادس. ده موقف متكرر بقى لمده الكاف بيخطر الاهلي بموعد المباراتين. الاتحاد الافريقي ثبت 16/9 لمباراه برج العرب و23 سبتمبر لمباراه رادس. فالمساله احنا ليه بدانا بدري؟ ليه بدانا الكلام عن الترجي بدري؟ وليه قلنا كل الترجي؟ التركيز يا اهلي. الجو العام المباراه جايه في توقيت الدوري هيكون يا دوب لسه بدا بقاله اسبوع، لانه الدوري لجنه المسابقات حددته يوم 8 وماتش الترجي 16. عندنا هيكون في خلفيه المشهد المنتخب راجع من مباراه اوغندا. المنتخب عنده اكبر عدد من لاعبي النادي الاهلي 10 لعيبه بالظبط. يعني ما بين القوى الفاعله بتاعه الاهلي موجوده في كامبالا ولسه راجعه. الاهلي بيبدا الدوري بالموسم بيبدا الموسم المحلي بالدوري اسبوع ويدخل لنا الترجي، بينما الاشقاء في تونس محضرين من بدري وكل التقارير الوارده لينا من تونس بتفيد بانه الترجي مركز زياده عن اللازم مع الاهلي يا باشمهندس. لا هو مفيش حاجه اسمها زياده عن اللازم، هي مباراه ما فيهاش رفاهيه انك انت يعني واحد هيعبر الى الدور الذي يليه عبر الاخر. يعني ما هوش دوري مجموعات دلوقتي. ده انت يعني اقصائي، فانت مركز معاه ومركز معاك، دي مش عايزه مناقشه. وخلي بالك المفارقه انك انت لما لعبت الاول هناك خرجت على ملعبك والعكس صحيح. الاتحاد الافريقي كمان حدد الحكام، حدد حكم سنغالي لإدارة لقاء الذهاب وكاميروني لمباراة العودة. وبعت الكاف بيقول إنه تم تحديد الحكم السنغالي مالانج ديبوهي والمساعد السنغالي جبرائيل والتاني الحاج مليك لإدارة هذه المباراة الأولى في برج العرب، والحكم الرابع هيكون ماجيت نضاي ويراقبها الغاني فريدريك كرينستيل. بينما تم تحديد طاقم كاميروني بقى لمباراة رادس بقيادة الكاميروني نينت اليوم الحكم الكبير، وبيساعده مواطنا ايفرست ونجوج، ويراقب المباراة مباراة رادس أسامة المنان من السودان. كابتن حسام البدري من جانبه وضع خطة للفريق علشان تبدأ مرحلة الإعداد بشكل مكثف ومضغوط نظرا لضيق الوقت، وحدد استراتيجية هيسير عليها مخطط الأحمال التونسي أنيس الشعلالي. يعني أنيس الشعلالي تونسي بيجهز الأهلي للترجي، وعلي معلول التونسي بيقود التنظيم اليساري في الأهلي قدام مواطنه الترجي. يبدأ الفريق تدريباته إن شاء الله 23 أغسطس يعني بعد غد بدون اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب. كابتن حسام البدري بيدرس خوض مباراتين أو ثلاث مباريات ودية عشان يجهز بقيه العناصر اللي موجوده معاه. ده في الوقت اللي بيجي لك الترجي وقد انطلق الدوري العام ولعب مباراتين كسبهم 2-0 2-0. اذا هياتي اليك اكثر جاهزيه. يعني
معرفش هل المصلحه ان احنا ده هو بادي ب 2-0 يعني كسب اولمبيك مدنين ب 2-0 وكسب اتحاد بن جردان 2-0. انا بقول لك 2-0 و2-0 لم يتلقى اي هدف من اسماء الانديه اللي كسبها ماشي من انديه القمه لكن هي حتى الجدول انا اكاد اجزم انه بيتحط عشان يجهز الفرق التونسيه بالتدريج للقاءات، مفيش لقاء يبتدي يعني عنيف يعني. اتمنى نتجاوز كل هذه الظروف وان احنا يعني ماتشين وديين ده مهمين جدا وعلى الاقل نقدر ان شاء الله نكسب 1-0 في ملعب. 1-0 ان شاء الله 1-0 ودي اسوأ احسن نتيجه. يعني لقاءات الاهلي والترجي ما لا ترتبط بالارض ابدا. شوف الاهلي كم من مره ما يحققش هنا النتيجه الافضل. بالعكس احنا ما انا بقول لك المفارقه المره الوحيده اللي لعبت هناك بتاعت ادرامو جيت طلعت من هنا من مصر في كل مره رحت وانت مزنوق ومضغوط وهو اللي يتضغط بقى وتروح انت تعبر عليه هو الضغط ملهاش ملهاش قواعد لكن ما تقدرش برضو تقول ان دي هتمشي كل مره فمش عايزين نروح واحنا من موقف صعب قوي يعني. طب ما نشوف بقى الكابتن حسام البدري وهو يتحدث في اون سبورت عن رؤيته لهذه المباراه. حسين حسام دوري خلص، كاس خلص بنجاح كبير، نيجي بقى على دوري ابطال افريقيا وده يمكن السؤال الاصعب. لو احنا رتبنا دي اسئله فالدوري الكاس دوري ابطال افريقيا هو السؤال الاصعب، ومواجهه صعبه جدا ومواجهه مرتقبه جدا قدام الترجي التونسي. مبدئيا هل رقبت ماتشات الترجي في البطوله العربيه ولا لسه ناوي تشوفها بعد كده؟ لا اكيد اكيد طبعا يعني رقبتها وتابعتها وهشوفها بعد كده مره واثنين وثلاثه. مين اللعيبه اللي لفت نظرك؟ ينفع لو انا اقول الكلام ده؟ مفيش ما ينفعش تقول اللعيبه؟ يعني مثلا انا عايز اقول لك انيس بدري عندهم كذا لاعب مميز عندهم طبعا تميز في الناحيه الهجوميه اللي كان عندهم برضو سلبيات كثيره جدا في الناحيه الدفاعيه طبعا كل ده طبعا هنتفرج عليه تاني لكن عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات لكن في الاجمالي هم فرقه طبعا فرقه مميزه يعني فرقه قويه جدا طبعا. حضرتك لعبت فوزي البنزرتي قبل كده؟ لعبته قبل كده؟ لعبنا مع بعض 2010 اللي هو الجون بتاع انرامو طبعا فوزي البنزرتي انا كنت حتى بشوف في البطوله العربيه شخصيته قريبه شويه من شخصيه حضرتك، هو شخصيه قويه جدا وانا اتكلمت معاه في البطوله العربيه وقال لي احنا جايين البطوله ديت وباصين على الاهلي، يعني احنا مركزين على الاهلي اكتر من البطوله العربيه. حضرتك خدت البطوله العربيه نفس الامر ان انت كنت مركز مع الترجي مش بتبص لحاجه ثانيه؟ لا يعني كنت كله يعني كله لابد كنت اشتغل على البطوله العربيه لان انا كنت مشارك في البطوله العربيه وركز في البطوله العربيه اكيد كنت لازم اركز على الترجي واتفرجت عليهم طبعا كتير وفي كل الماتشات بتاعتهم وهنتفرج عليهم بتركيز اكتر لكن اكيد زي ما انا بقول ان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها وكل وقت بيبقى ليه ظروفه فما نقدرش نحكم على الترجي وقت ما هنلعب معاهم 16 ان شاء الله 9 عندنا طبعا فكره عن الفرقه واللعيبه اللي موجوده وفي نفس الوقت اكيد هم نفس الكلام برضو متابعينا بشكل كويس جدا لكن كل وقت بيبقى ليه ظروفه المباراه مهمه وهي مباراه طبعا هوم واواي مباراتين ليهم حسابات خاصه ان شاء الله وان شاء الله ربنا يسهلكم موفقين باذن الله. طبعا تابعنا اللقاء ولكن كابتن حسام قاله وده سأل يتسأل بيقول له مين اللي لفت نظرك مش مين اللي لفت في كلام طبعا مش لا يمكن هيتقال على الهوا اي انما هو طبعا راجل تقيل في مواجهه الاعلام رزين حاجه مدرب استوى قوي كابتن حسام. النهارده صفقات الموسم وعوده الابناء يا استاذ ابراهيم الناس طبعا متفائله ان في اربع صفقات او خمسه وليد ازارو احمد الشيخ اسلام محارب هشام محمد ايمن اشرف الناس كلها متابعاهم والناس كلها موافقه عليهم طيب كيف يحدثون الفارق؟ طبعا انت هتقرا لنا شويه بيانات عن كل واحد
ها؟ لكن كيف يحدثون الفارق؟ وهل سيحدثون الفارق الأول ولا لا؟ يعني هو في الصفقات مش بالصورة. الصفقات مش بالصورة، الصفقات بالبطولة. المهم في الآخر مين يتصور بالدوري والكاس، مش مين يتصور بالصفقات. فبالتالي أعتقد الأهلي كان محدد جدا في قرار الشراء اللي حدده الجهاز الفني لتدعيم المراكز جابها. صحيح لازال فيه احتياج لتدعيم قلب الدفاع، نتمنى إن شاء الله أنه قبل بداية الدوري يتمكن الأهلي من تدعيم هذا الخط، لأنه بالحقيقة يعني حجازي سايب فراغ. هو لو ما فيش إصابات لساعد الفراغ مش هيبقى كبير قوي. إنما الخشن دلوقتي هم عندك ثلاثة. الثلاثة بيلعب اثنين وواحد احتياطي. لو واحد منهم أصيب مفيش احتياطي. أنت بقى وبختك. التوفيق عدم التوفيق، إصابة مش عدم إصابة، الكلام ده. كمان التحميل على ثلاثة طول الموسم شيء يخض شوية. نتمنى النادي الأهلي يعمل صفقة في الحتة دي من العيار الثقيل، وأنا أصلا بكره صفقة سوبر، صفقة من العيار الثقيل، إلا الصفقة دي. كيف نعوض بأي تمن؟ واعتقد ان مجلس الاداره لن يبخل اذا وجد ضلته في اسم محدد يقدر يعوضك فنيا غيبه حجازي. يعني انت حتى لو خدت اللي كسبته من حجازي عوضت بيه هذه الصفقه ماشي، على اعتبار ان حجازي لسه ممكن يجيب لك فلوس. فاهمني؟ اي فتبقى عمليه كده تمام التمام. الأربع لعيبة بالإضافة إلى أحمد الشيخ، أحمد الشيخ هداف الدوري مع المقاصة 17 هدف، كان معار من الأهلي للمقاصة ناديه الأصلي ورجع عشان يدعم الصفوف الحمراء وتم خيده في القائمة الأفريقية، يعني في إطار تدعيم الشق الهجومي. فالشيخ إضافة قوية جدا. في الشق الهجومي أيضا تم التعاقد مع وليد أزارو، شفتوه حضراتكم، الناس كلها انبسطت من أدائه ومن روحه ومن قتاله ومن قدراته. ده لاعب الدفاع الحسني الجديد المغربي في صفقة لمدة 4 مواسم قيمتها 1,400,000 دولار. وأعتقد اللي قاله المهندس عدلي من شوية تعليقا على ما صدر عن اتحاد الكرة، وأنا أشك أن ده يكون قرار، أنه اللعيبة الأجانب يتم التعاقد معها 3 سنين بس، ما فيش حاجة اسمها كده خالص. إسلام محارب ابن النادي الاهلي، انت كنت اشتريت اسلام محارب مني من كفر الشيخ. كفر الشيخ بس ده جه ناشئ تحت 18. وكان الحقيقه مميز جدا جدا جدا، يعني حتى السنه اللي احنا مشي فيها تم تصعيده ولعب مجموعه من الماتشات الوديه كان متالق جدا فيها، بس انت كنت مكتظ بالنجوم. تم شراؤه من لعيب يملك قلب وسرعه وكويس، يعني من سموحة مقابل 8 ملايين جنيه، والصفقة لمدة أو تم التعاقد معاه لمدة 5 مواسم. رجع أيضا لبيته هشام محمد، صفقة قوية جدا الحقيقة، نوعية بمعنى الكلمة، لعله يعوض سفر الكابتن وحسام غالي اللي الحقيقة كل الناس في السعودية مبسوطة منه وجماهير النصر محتفية بيه. عارف حسام غالي ده؟ شوف يا أخي الإنصاف لما جيلك لما مشي من النصر مش بمشكله، ايوه، ومنشطاته مش منشطات، تاتي لحظه وهو الانصاف واقترب من ختم حياته ان لحظه الحقيقه تظهر، والنادي مصدر الاشاعه او اللي انطلقت من خلاله الاشاعه هو اللي يطلبه ويعينه كابتن الفريق ويرى فيه طوق النجاح مع مرحله تجديد صفوف النصر او صفوف نادي النصر. هذا هو الانصاف اللي لما ربنا يحب واحد يوفره له. هشام صفقة نوعية مهمة جدا، تم التعاقد معه أيضا لمدة 5 مواسم بمقابل 9 ملايين جنيه، وإعارة الثنائي جون أنطوي وميدو جابر لمدة موسم ونصف الموسم للمقاصة. أيمن أشرف أيضا الظهير الأيسر راجع يدعم التنظيم اليساري في الأهلي اللي فيه علي معلول وأيمن أشرف أضيف، بالإضافة إلى صبر الرحيل وحسين السيد. صفقة هي الأسهل والأسرع لأنه كان أيمن أشرف فري ترانسفير، لاعب حر، انتقال حر، فتم انتقاله وقع على بياض لمدة 4 مواسم. يا ريت نركز على على الموضوع ده، طيب احنا عندنا فريق شاب دلوقتي
متوسط السن ابتدى ينزل. فأرجو ان احنا يعني في اللي جاي نراعي هذا الامر. صدى البلد الموقع بيقول الاهلي بيرفض رحيل حارس المرمى محمد الشناوي، كان تلقى عرض من نادي الاتحاد السكندري منذ ايام لاستعارته لمده موسم واحد على اساس ياخد فرص للعب، لكن الكابتن حسام البدري اعتماده على وجود ثلاث حراس مرمى اكفاء وجاهزين، شريف اكرامي والشناوي وعادل عبد المنعم، خلاه يعتذر للاتحاد السكندري. لكن عصام سراج مدير او المدير التجاري والتعاقدات في النادي قال ان الجهاز الفني وافق على اعاره عمر رضوان، ده حارس مرمى ناشئ في فريق الشباب، تمت اعارته الى فريق نادي الرجاء في مطروح. وكشف سراج على ان الاعاره تمت بعد الموافقه عليها من الجهاز لمده موسم واحد. بص يا سيدي نوضح الفارق، الاهلي يرفض اعاره حارسه، الاهلي وافق على اعاره حارسه. ايوه. لما انت بيجي لك عرض للاعب صاعد مش عايزه يستنى على دكه البدلاء كثيرا، بتقول له اتفضل روح اكتسب الخبرات في الدوري الممتاز مع عاد الانديه اللي هتتعرض لاختبارات كثيره. ها نادي صاعد من هو نادي قديم مش جديد، لكن صاعد من الدرجه الثانيه. وهو كان سبق عرضه اعتقد قبل كده وقبل بلاء حسنا. إذن دي خطوة محمودة. أما أن تعير واحد من اللعيبة اللي هي أنت بتعتمد عليها ومصنفة داخل الثلاثي حتى المقايد الإفريقيين بتاع ده يعني مستحيل يعني. ده الفارق يعني. أيضا صدى البلد بتقول او اليوم السابع الاهلي بيرصد 5 مليون جنيه لضم مدافع القوة الجوية العراقي، ده لاعب سوري اسمه زاهر الميداني مدافع منتخب سوريا ونادي القوة الجوية العراقي. تتحدث المواقع عن اهتمام الاهلي بالتفاوض معاه، يمكن الكلام راح وجي كتير جدا لكن حتى الان مفيش حاجة واضحة. في اسماء كتيرة تم الحديث عنها، كان من ضمنهم محمود علاء لاعب دجلة اللي انتقل فعليا للزمالك، ومحمود متولي مدافع الاسماعيلي اللي ناديه بيتمسك بيه وبيرفض التفريط فيه، والكلام على هذا المدافع السوري بالاضافه احمد الصالح المحترف في الصين وعمر الميداني لاعب نادي حتى الاماراتي، لكن كلها محاولات بتفشل بسبب المبالغات الماليه الكبيره اللي لفتت نظرك انت كخبير تسويق الحلقه اللي فاتت، وقلت لي انا بلاحظ انه اللعيبه السوريين غاليين قوي. العراقيين والسوريين. ودي ظاهره عايزه دراسه يعني. لكن ما انت جايب لعيب من الصين. الصين بتدفع فلوس ملهاش علاقه بالقيمه التسويقيه او الفنيه للاعب، يعني ملهاش على المانيوال كده انك انت تقول اللاعب ده لو جبته هيبقى استثمار ولا لا. زي ايفونا خدوه ب 8 مليون يورو ولا دولار، النهارده بيعروه لقنيا سبورت مؤكد. ايفونا انت سبقتني، كنت عايز اقول لك يعني ياخدوه ب 8 مليون من النادي الاهلي، 8 مليون دولار، وبيتنقل لقنيا سبور التركي. بكام بقى؟ لا يمكن هيكون ب 8 مليون. لا طبعا. فانت ما تروح تجيب احمد الصالح وده لعيب حتى نمطه الجسماني زي احمد حجازي وبيتكلموا عليه كلام كويس جدا. اللعيب الاخر اللي بيلعب برضه في دوري القطري أو الإماراتي اللي هو لاعب نادي حتى الإماراتي اللي هو عمر الميداني. طب هل عمر الميداني ده أخو زاهر الميداني؟ ده ميدان وده ميدان. ولا ده ميداني وده ميداني تاني خالص. كابتن لطيف قال لك حد يقول لعمر النور أخو عمود النور؟ لا ده عمود وده عمود. المهم إذا المسألة مش مسألة إن أنا أجيب مدافع من سوريا وبس. لازم يكون في السمات والمواصفات اللي انا محتاجها. فارجو ان احنا ننجح في هذا يعني. ايضا في اطار حرص الكابتن حسام البدري على الاحتفاظ بقوه الفريق، لانه احنا خدنا دوري وكاس لكن داخلين معترك افريقي صعب جدا، محتاجين قوه الفريق تكون موجوده في بدايه الدوري الجديد ان شاء الله. فتم الاعتذار للكابتن مؤمن زكريا عن عدم الاستعداد لتلبيه رغبته في انه يطلع معار لأحد الأندية السعودية اللي ألحت في طلبه وقدمت عرض للنادي، لكن
يمكن زي ما قالت الأخبار تم الاتفاق مع مؤمن زكريا على تعديل عقده وزيادة 2 مليون جنيه لعقد بعد الجلسة اللي عقدها مسؤول النادي مع مؤمن زكريا، وتلقى الأهلي كان العرض السعودي لضم مؤمن زكريا. مؤمن لاعب مؤثر يا باشمهندس جدا، تكتيكي من الطراز الاول، دفاعا وهجوما وتهديفا، من الناس اللي اراها يعني احنا عوض كثيرا الدور الذي كان يلعبه تريزيجيه. طيب يعني فكره ان انت كل ما يبقى عندك لعيب كويس ولعيب مؤثر تجي له عروض، ما هي العروض مش هتيجي غير للعيبه كويسه. طيب وانت نادي عندك ارتباطاتك وعندك احتياجاتك وعندك بطولات، ارفض وفاهم اللعيب اللي داخل النادي الاهلي، انت مش جاي ترانزيت. ايوه انت محترف، انت لا انت فعلا اكبر نادي، مش محترف انت محترف في نادي هو الاكبر في افريقيا وله امال وطموحات وتصنيف. بالظبط، ما تاخدنيش سكه. ايوه بس يعني مساله ان اللعيب يرى ان هو يعني لا ان انا سكه، لا غلط. الهلال السعودي قدم طلب لاستعاره عبد الله السعيد. طب والنبي قول لي بقى يعني كده، وفلوس طبعا ما هتبقى المقارنه هتخلي الرؤوس تهتز. اللعيبه برضه، ما هو اللعيب دلوقتي بيحسبها لك بقى بالعمله المحليه، تضرب في كام وتعمل في كام، يلاقي نفسه بيضرب في 60,000. كل اللي فات كوم والسنه دي كوم. والمقارنه ما بين النادي والنادي وظروف نادي ونادي لا تسمح ان انت تديله زي اللي هياخده، حتى لو تسمح ضرب من الـ من الـ اكنك بتقتطع النادي في حته بعيدا عن مجتمعه. لا ما ينفعش. لا المساله مش مساله انت معاك فلوس ولا لا، لازم اخدها منك. ايوه لا، ده كان اخر خبر. يمكن الهلال السعودي طلب استعاره عبد الله السعيد، وفقا لمصدر قال اليوم السابع انه عبد الله تحدث مع كابتن حسام البدري بشان تلقيه عرض مغري من الهلال السعودي، لكنه بالطبيعي جدا ان الاهلي والكابتن حسام البدري بعد ما تمت الموافقه على انتقال عمرو جمال معارا الى بيدفست الجنوب افريقي، وتم ارسال بطاقه الانتقال ليه بالفعل، تم ايضا انتقال حسام غالي الى النصر السعودي وانتظم مع النصر، انتقل احمد حجازي اثناء الموسم، لكن تجينا عند احمد فتحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد، لا بقى ما ينفعش. لازم تحتفظ بقوتك. لا يعني مش كل المسؤولية. يعني واللعيبه نفسها خلاص تبطل تقول الكلام ده دلوقتي، تبطل تقول الكلام ده دلوقتي، والاخلاص لاننا السندباد مش احسن مننا في حاجه. بعد الفاصل